تحصل الدولي الجزائري رياض محرز على جائزة أفضل لاعب في فريقه مانشستر سيتي خلال شهر جانفي، وأعلن المان سيتي فوز لاعبه رياض محرز بجائزة أفضل لاعب بالفريق لشهر جانفي بعدما تحصل على نسبة 70% من التصويت والمنافسة مع اللاعبين جاك غريليش وناثان أكي. ولعب نجم المان سيتي محرز في شهر جانفي 5 مباريات، سجل فيها 5 أهداف ومنح تمريرتين حاسمتين. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.